بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل إلى البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرح بطهلا برقية تهنئة إلى عضوات مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي رقم 41 بتعيين أعضاء المجلس. نعم، وأشادت سموها حفظها الله بما تتحلى به العضوات من خبرة واسعة وكفاءة عالية تؤهلهن لأداء الدور المناط بهن في هذا الموقع الرفيع من مواقع صنع القرار، متمنية سموها حفظها الله أن تكلل مسيرة العضوات الجديدات بالنجاح والتوفيق لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الوطن العزيز إثراء للعمل التشريعي وتحقيقا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم أيده الله ورعاه في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وطنية.